بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا جماعة الحلقة بصراحة اكستريملي امبورتنت، الحلقة النهاردة مش عادية. الحلقة النهاردة أول مفاهيم الانتر اكتيفيتي، هنتكلم فيها عن التريجرز، يهمني خالص إن الناس تطلع فاهمة حلقات النهاردة وتسأل في النقط اللي هي مش فاهمة. إيه بقى قصة لك التريجرز ديات؟ الحلقة يا جماعة تحت عنوان ادينج تريجرز. التريجرز هي الوسائل اللي تقدر بيها تدرج أو تحط انتر اكتيفيتي جوه البرنامج ديت، تمام؟ رايت. البرنامج ديت بيشتغل برمجه بس من غير كتابه كود، بيوفر لك هو بريسيتس جاهزه اللي هي ايه، اللي هي تريجرز ديت. انت بس بتحاول تختار ما بين الامكانيات المتاحه من التريجرز ديت. طيب بمنتهى البساطه التريجرز ديت ليها ثلاث عناصر اساسيه. يعني لما نقول تريجرز اول حاجه تيجي في بالك ثلاث حاجات. ايه اول حاجه؟ وات هابنز اكشن، ايه اللي بيحصل؟ يعني انت عايز يحصل ايه بالظبط؟ افتح لاير، اروح للاير، اغير ستيتمنت، اقفل برنامج، اشغل فيديو، اوقف فيديو، اجيب لك سلايد مش عارف رقم كام، حاجه بتحصل اكشن. رايت. جميل. السؤال الثاني، وير داز ات هابن؟ الكلام ده بيحصل على ايه اكزاكتلي بالظبط يا جماعه؟ ايه الاكشن ده بيحصل على ايه بالظبط؟ طب على سلايد، على لاير، طب على اوبجكت، طب على كاركتر، طب على تكست بوكس، طب على ايه بالظبط؟ على انه اوبجكت من الاوبجكت اللي موجود في مساحه العمل بتاعك. جميل. اوكي. طيب النقطه الثالثه، وين داز ات هابند؟ هابند هابند الايفنت ده بيحصل امتى؟ طب لما اليوزر كليك، لما التايم لاين يوصل لرينج معين، لما مش عارف اللاير دي تيجي، لما يبقى اول ما يجي في بالك لاير تريجر لازم تسال نفسك ثلاث اسئله. انت عايز يحصل ايه الاكشن؟ انت عايز الاكشن ده تحصل على مين؟ الاوبجكت بتاعك. النقطه الثالثه، انت عايز الاكشن يحصل على اوبجكت معين امتى بالظبط في وقت معين. جميل خالص. عشان بمنتهى البساطه يا جماعه، لو انا حبيت ادرج واضيف تريجر جوه مساحه العمل بتاعي، بروح على عندي طرق مختلفه. اولهم البانل بتاع التريجر ذات يا جماعه، ببتدي اضغط على نيو ديت فيفتح لي التريجر ويزارد، او اروح على قائمه انسيرت واقول والله التريجر، هيفتح لي برضه التريجر ويزارد. او احيانا لو انا كنت ادرجت بوتون مثلا زي اللي انا ادرجته ده، بضغط على لو وقفت عليه بتلاقيه هو بيجيب لك حاجه اسمها اد تريجر، بس طبعا انا علشان حطيت اللي هو تريجر، فلو انا ادرجت بوتون مثلا يا جماعه افتراضي، خلينا ندوس ادي كنترول ورحت ادرجت بوتون بالشكل ده، هتقول لي في البوتون ديت فين البوتون الثاني، لو نزلت عند البوتون الثاني هيقول لي اد تريجر، ها اضيف لك تريجر. جميل. انا امسح بقى البوتون ده، عشان دولت الثلاث طرق اللي بيهم تقدر تضيف تريجر. ممتاز خالص. طيب جميل، خلونا بقى نروح للنقطه اللي بعد منها على طول، اندرستاندينج تريجر لوكيشنز. لوكيشنز لوكيشنز يعني اماكن يا جماعه. بصوا كده بمنتهى البساطه، التريجرز دولت بيوقعوا في اربع اماكن مختلفه، او عباره عن اربع انواع. اول حاجه سلايد تريجرز، يعني تريجرز بتوجع على السلايد. يعني ايه؟ يعني ليه علاقه بالسلايد اللي انت واقف عليها دي، دايما بتظهر اهو. حتى بص يا جماعه على اليمين بيقول لك سلايد تريجرز، اشغل لك الفيديو مش عارف مين، يعني بص اشغل لك الفيديو لما التايم لاين يبتدي، بمجرد ما ان التايم لاين يبتدي انا اروح اشغل لك الفيديو. او من فوق حاطط لك سلايد تريجرز، يبقى السلايد تريجرز ديت يا جماعه ريلي اون سلايد تايم لاين، هي بتعتمد بشكل مباشر على السلايد اللي انت واقف عليها، على التايم لاين بتاعها، اور على ان اليوزر هو اللي يبتدي يعمل حاجه في السلايد اللي انت موجود عليها، يدرج ام يعمل انتر اكتيفيتي، بس بشرط انها ريلي اون سلايد، معتمده على السلايد اللي انت واقف عليه. دايما يا جماعه السلايد تريجرز بتلاقيها دايما من فوق البانل بتاع التريجرز، البانل اللي احنا واقفين فيه بتلاقي السلايد تريجرز دايما من فوق. رايت. جميل خالص. اوكي، ده اول نوع واول لوكيشن. اللوكيشن الثاني لاير تريجرز، قلنا ان واحده من ضمن الفيتشرز الجميله جدا في البرنامج اللايرز يا جماعه. اللايرز ديت لا ترقل انها تبقى السلايد، لكنها اقل من السلايد شويه. انت ممكن تحط في السلايد الواحده مجموعه من اللايرز وتدرج انتر اكتيفيتي بالتبديل ما بين لاير ولاير. اكزاكتلي يا جماعه، اللاير تريجرز زيها بالظبط تماما زي مين؟ زي السلايد تريجرز، بس ما بيبقى لهاش عنوان زي السلايد. بس على فكره يا جماعه شايفين البوتن 1 ديت، ده عباره عن ايه؟
دات عبارة عن سلايد، دات عبارة عن لاير، او اللي هو هو البوتوم وان جوه منه في اثنين تريجر، واحد اسمه شو لاير اهو، ده عبارة عن لاير تريجر يا جماعة. انا قلت له لما نضغط لك على بوتون اثنين هات لي اللاير اللي اسمها مش عارف مين، واللاير ديت يا جماعة انا عندي اثنين لاير، لاير في السلايد لايرز ما فيهاش غير، ما فيهاش غير الشكل اللي عامل زي البتاع ده، والروت لاير بتاع البيز لاير طبعا ما فيهاش الشكل ديت. جميل، يبقى ديت النوع الثاني اللي هو كان عبارة عن ايه، اللي هو كان عباره عن السلاي لاير تريجرز، وديت برضو بتتحط لكن تحت السلايد تريجرز، لكنها برضو بتتحط فين؟ في التوب بانل بتاع التريجرز. اكزاكتلي exactly. ممتاز خالص. اللاير الثالثه او السلاي النوع الثالث، اللوكيشن الثالث اسمه اوبجكت تريجر. التريجرز اللي بتقع على اوبجكتس معينه جوه مين؟ جوه مساحه العمل بتاعك، دي اللي بتحصل في الميدل من التريجرز. ديت اوبجكت ديبندنت. يعني ايه اوبجكت ديبندنت؟ يعني هي بتعتمد في عملها بشكل مستقل على الاوبجكتس. يعني انا ادرجت بوتون ورحت قلت له التريجر بتاعك والله لما نضغط عليك تعمل لي بوز للفيديو ده، تمام؟ يبقى هو التريجر ده متبرمج على الاوبجكت اللي هو واقف عليه. ممتاز، جميل خالص. اوكي، الجانب الاخير يا جماعه اسمه البلاير تريجرز. البلاير تريجرز دولت يا جماعه دي دايما بتظهر في اخر التريجرز البانل، اخر البانل بتاع التريجرز، وديت خاصه بالنافيجيشن، البيلت ان نافيجيشن اللي هي النكست والنكست والبريفيوس والسبميت. تمام يا جماعه، ممتاز خالص. دول كده بنظره عامه عن اللوكيشنز بتوع التريجرز وانواعهم. تمام يا جماعه، اوكي خالص. يبقى انا عندي كام نوع؟ عندي اربعه. اول نوع اسمه سلايد تريجرز، وديت خاصه بالتريجرز اللي بتقع على السلايد متاثره بيها. رايت، جميل. النقطه الثانيه اللاير تريجرز، ديت التريجرز اللي الخاصه باللاير المختلفه. جميل خالص. النقطه الثالثه الاوبجكت تريجر، اللي التريجرز اللي متوجهه علشان تعمل فوكس على اوبجكتس معينه، الاوبجكتس اللي هتشغلها. النقطه الرابعه البلاير تريجرز، دول الخاصين بالبيلت ان نافيجيشن، نيكست والبريفيوس والسبميت، اللي بيشوف بيلت ان على مكتبه البرنامج يا جماعه. اوكي، جميل خالص. واحنا من ضمن النقط الجميله خالص، انا ممكن اضيف كونديشن للتريجر. ازاي يعني؟ ولنفرض انا هروح عند البوتون ده واقول له ادي يا جماعه انا هضيف مش عارف تريجر جديد، هقول لهم هلاقي من تحت حاجه اسمها شو كونديشن، وفي شو كونديشن ممكن ابتدي اعمل اد. وعندي هنا بقى مجموعه من الكونديشن انها فاريبل زي ما كنت بقول، اور شيب اور ويندو، كما ان انت ممكن تضيف لجمله شرطيه اف مش عارف ايه يحصل ايه. ده اللي بالظبط انت محتاجه، وده اللي هي ان هنحاول نعمل فوكس عليه في السكشن اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بس ده بمجرد انت بتاخد فكره عن الفيتشر بتاعت التريجر ويزرد ديت يا جماعه، فانت ممكن تضيف كونديشنز. كونديشنز يعني جمله شرطيه، يعني معاك جمله اف. بسم الله ما شاء الله، ممتاز خالص. واحده من ضمن النقط الجميله جدا في الويزرد يا جماعه، هنراجعوها مره تانية، لو انا كليكيت على التريجر، بصوا كده الاكشن ده اللي انا اول حاجه كنت بقولها يا جماعه كان خاصه بايه، ايه اللي انت عايزه يحصل؟ اعمل لك ايه؟ شو لاير، اغير ستيت، اخفي لاير، اعمل جامب لاير، اعمل جامب سين، اعمل موف، اعمل بلاي، اعمل ايه بالظبط؟ طب اوكي، مفيش مشاكل على لاير معينه ولا لا؟ انت عايزه الاكشن ده يحصل على انو لاير؟ طبعا الاكشن متوقف على اسف اللاير متوقف على الاكشن، لان انا قلت له شو لاير فبالتالي راح فاتح لي اللاير. طب لو انا كنت قلت له يا جماعه بلاي ميديا راح يفتح لي الميديا، على حسب ما انت بتختار، على حسب موف، لو قلت له موف هفتح لي اوبجكت. فاهمني القصه كلها؟ انت بتبتدي تحدد الاكشن والخانه اللي تحت منه كونكتد بي، متوصله بيه يعني. جميل. النقطه الثانيه وين، امتى يا جماعه انا انفذ لك؟ لما اليوزر يكليك. طب حاجه لها دخل بالكليكات؟ طب حاجه لها دخل بالتايم لاين؟ طب حاجه لها دخل بالسحب والالقاء؟ ولا ايفنتات تاني؟ اللوزر يضغط على كي، الفاريبل يتغير، الماوس يعمل هوفر، الميديا تبتدي مش عارف الانيميشن يحصل فيها ايه، السلايد تتحرك، كلام اللي بالك فيه. رايت، جميل خالص. على مين يا جماعه لما الاكشن ديت يتطبق؟ على مين؟ على اوبجكت. هنا هتلاقي كل الاوبجكتس اللي انت عملت لها انسرتيشن جوه السلايد اللي انت يا جماعه واقف عليها دلوقتي. انا واقف على مين؟ انا واقف على البيز لاير يا جماعه، عشان كده فاتح العناصر اللي جواها، وجوه منها فيديو اللي هو معمول عليه هوفر باللون الاحمر ده يا جماعه، والبوتن 1 اللي معمول عليه هوفر باللون الاصفر ده يا جماعه. متفقين؟ ده التريجر ويزارد كده وبمنتهى البساطه. طب اوكي، خلينا نتكلم عن ايديتنج تريجرز. في كل احوالي انا ممكن اعمل ايديت بشكل بسيط جدا، جاست باني اقف على التريجر وابتدي اضغط على رمز الكلام ده، ابتدي يفتح لي الوزارد وانا اعمل ايديتنج زي ما انا عايز. النقطه الثانيه ممكن اعمل كوبي للتريجر، ممكن جاست كليك كوبي، وبعد ما اعمل له كوبي هتلاقي الامر بيست بتنشط معاك، ممكن تعمل له بيست. جميل خالص. كما ان انت لو عملت دبل كيت للاوبجكت ده، يعني كليك يمين وعملت له كنترول دي يا جماعه، بيجي عندك اثنين اوبجكت. الاوبجكت ده يا جماعه اتنسخت فيه كل التريجرز الخاصه بالتريجر، يعني مش بس التريجر لما بتعمل كوبي، لا البوتن 1
هو يا جماعه، البوتن 1 جاي وبسم الله بوتن 2 جا ومعاه البلاي ومعاه الشولير، نفس القصه اللي موجودين فين في البوتن اللي فوق منه، مع البلاي البوس اقصد ومع الشولير. يعني لما بتعمل دبليكيت لاوبجكت معين بيتنسخ مع التريجرز بتوعه، انت بعدين تبقى تتصرف فيها زي ما انت عايز. ممتاز خالص. بعدين انا ممكن اعمل ديليت بمنتهى الصوره، جاست سيلكشن عليه وابتدي اعمل لي ديليت للاير داتا، ابتدي تحسب معاك. رايت اوكي. دي القصه بتاعت الري اند رينج يا جماعه بمنتهى البساطه، جاست انت بتبتدي تحدد التريجر بتاعك وتبتدي سيلكشن عليه، ضغط عليه وتبتدي تختار ان هو ينزل تحت او يطلع لفوق بالاسهم ديت بمنتهى الصور. ديت كده الفكره البسيطه عن القصه بتاعت ادنج تريجرز. تمام. يا رب تكون حلقه سهله وبسيطه. بالله يا جماعه اذا حد مش فاهم يبتدي يسال. نتقابل ان شاء الله بس الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.